صباح الخير مريم. ياسين صباح الخير. مريم صباح الخير. صباح النور. لاحظتوا كميات الامطار المعتبره؟ الحمد لله تجوزنا ليله كلها كانت ممطره. امطار نعم. خير ان شاء الله على الجزائر كلها. ان شاء الله تكون فالخير خاصه نقدر نقولوا الفلاحين ولا الموسم الزراعي. راح يستمر هذا الاضطراب الجوي نهار اليوم ان شاء الله ويكون نشيط على كل المناطق الشماليه. راح نمدوا تفاصيل اكثر. مشاهدينا سعد الله صباحكم بكل خير. اذا يستمر الاضطراب الجوي نهار اليوم ان شاء الله من الاطلس الصحراوي حتى سواحل البحر الابيض المتوسط مرورا طبعا بالهضابه العليا كل المناطق الداخليه. اذا نحن عرفوا طقس متقلب غير مستقر ممطر. امطار محليا معتبره ان شاء الله حتى الرياح القويه من جهه المناطق الساحلية الوسطى والغربية تقدر توصل حتى 50 كيلومتر في الساعة. أيضا رياح تخلي زوابع رملية تنشط على الأطلس الصحراوي بالشار غردية ورقلة مع سحب كثيفة تقدر تمد بعض القطعات من الأمطار. يبقى أو تبقى الأجواء مستقرة على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وسط الصحراء وأقصى الجنوب، لكن هذيك الزوابع الرملية الموسمية تبقى ديما تنشط على عين صالح أضرار تميمون ريكان على كل حال على معظم المناطق الصحراوية الوسطى. درجات الحرارة لنهار اليوم إن شاء الله إذا نقدروا نقولوا تنخفض نوعا ما عن المعدل الفصلي بدرجة واحدة أو درجتين. عندنا مقاييس بين 10 11 حتى 12 درجة ما بين تبسة سطيف الجلفة الغواط معسكر وأيضا من جهة تلمسان عين تيمون شنت والبيض. عندنا على الجزائر العاصمة 15 درجة 14 على قسنطينة ميلا وتيزي وزو 16 درجة على وهران 19 على كل السواحل الشرقية. إذا عندنا مقاييس بين 19 إلى 20 درجة ما بين بشار وغردية 22 درجة على ورقلة راح توصل إلى 25 درجة على تندوف 21 إن شاء الله على بني عباس 31 درجة على ريقان على عين ميناس 29 درجة على المناطق الصحراوية من مرتفع الأوكار والطريق حتى تروح 8 إن شاء الله على الجنوب الجزائري برج وادي مختار وعين كسب. محليا ما بين سواحل الوسطى و طارب بينما متر في ساعة على كل الشرق طول النشرات وسوسن فيما يخص على طرقات لهذا على السير باستثناء موجودة على مستوى والتي سجلنا في شطرها الرف بين المحور عدد نقاط بسبب الموضوع. بالنسبة للطريق السريع العاصمة الطريق كذلك شد من السابعة خاصة على مستوى منطقة الشارع الجنوبي بأقليم كنا كذلك الشارع الجنوبي بعض على مستوى البيضاء و فكذلك يشهد بعض المسمى حي البرتقال الوطني أحد في شهر ساري في بلدية بيض وهذا راجع إلى ورشات الأشغال فيها الطريق الوطني رقم 29 يعني بعض الاختناقات بسبب وأما بولاية فقد سجل الربط بين مدينة قسنطينة وبلدية بدءا من السابعة صباحا إلى غاية مساء إفريقيا إلى غاية محور الدوران بيت علي بين مدينة قسنطينة بلدية عين سمارة شبا 13 إلى غاية مدخل مدينة عين سمارة مدينة مروانة يشهد بعض الاختناقات خاصة فترة على
تشهد اختناقات في حركة المرور، وهذا رجع دائما إلى الكثافة المرورية. رائد في الدرك الوطني دائما على هذه المعلومات القيمة، ونذكركم دائما وأبدا أن السياقة هي مسؤولية الجميع خاصة في مثل هذه الأحوال. وينضم إلينا عربي وقراءة الصحف الدولية والدولية. بخير صباح الخير. صباح وحركة والشد والجذب بينهم وبين وزارة التربية. تفضل بالتوفيق. لكم الفضل. أهلا بكم مشاهدينا إلى فقرة بين السطور عبر برنامج الشروق مورنينغ، نستهلها كالعادة من صحيفة الشروق اليومي وبعناوين الواجهة حركة تصحيحية جديدة تريد ويحيى رئيسي صحيفة الشروق، وكالشروق اليومي تصدوا حول تربية مباراة في الشروق مفاجئ للشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط. نقرأ في صحيفة الخبر
الصادرة لهذه الصبيحة. هذا المخطط أعلن عنه رئيس الجمهورية أو صدر بأمر رئيس الجمهورية، وتتمكن بموجبه شركة سوناتراك من تسيير كل حقول ومصانع ومنشآت النفط والغاز في حالة انسحاب كلي للشركات النفطية الأجنبية من الجزائر. المخطط يحمل اسم 24 فبراير تيمنا بيوم تأميم المحروقات، ويوضع في التطبيق في حال انسحاب جزئي أو كلي للشركات النفطية الأجنبية من الجزائر. هذا المخطط وضعته ثلاث هيئات في الدولة، هي وزارة الطاقة ومجموعاتها سوناتراك ونفطال ووزارة الدفاع الوطني، ويتضمن تسيير كل منشآت النفط والغاز في حال انسحاب جزئي أو كلي للشركات النفطية الأجنبية من الجزائر. الصحيفة أيضا قالت أن سوناتراك الجزائرية باتت اليوم قادرة على تسيير أكثر من 55 منشأة مختلفة للنفط والغاز وتوليد الطاقة الكهربائية والتكرير والضخ والمعالجة في حال انسحاب كل الشركات أو كل شركات النفط الجزائرية من الجزائر. إلى صحيفة أخرى من الصحف الوطنية الصادرة صبيحة هذا اليوم، وفي صحيفة الفجر نقرأ عنوان باريس تمدد التحقيق القضائي حول تسريبات بنما إلى العرب المقيمين في فرنسا، حيث أعلن أمس القضاء الفرنسي فتح تحقيق أولي في الوثائق التي جاء ذكر الفرنسيين فيها. ووفق القوانين الفرنسية فقد يمتد التحقيق إلى ممتلكات الأجانب في فرنسا التي تدار من بنما وجزر العذراء، ومن الممتلكات التي قد يحقق فيها القضاء الفرنسي لمسؤولين عرب ممتلكات تعود إلى زعماء عرب ورجال أعمال من العالم العربية. وفي نفس الصحيفة أيضا نقرأ عنوان آخر، المغتربون الجزائريون تحت الرقابة الأمنية المشددة. ومن بين التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات الأمنية الجزائرية إجبار كل المغتربين الجزائريين الذين تزيد أعمارهم عن 20 سنة خاصة الذكور منهم على ملء وثائق واستمارات خاصة تتضمن بيانات تفصيلية منها البلد القادمين منه والوجهة التي يذهبون إليها ومدة مكوثهم في الجزائر وموعد مغادرتهم إياها، مع تسجيل مركباتهم وقيمة المبالغ المالية وجميع الأغراض التي بحوزتهم. إلى صحيفة البلاد وفي خبر اقتصادي، إلغاء الجمركة على السلع الأوروبية كان فخا للجزائر حسب تصريحات وزير التجارة السابق الأسبق أقول الهاشمي جعبوب، والذي شدد على وجوب تسريع انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. الوزير قال أن كل من اتفاق الجزائر مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر عرقل المسيرة. ونقلت الصحيفة أيضا عن جعبوب قوله إن الجزائر مقبلة على إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وضرورة إرجاع التعريفة الجمركية لاعتبارها أداة للسيادة وتمكن الدولة من فرض الرقابة على الاستيراد. وثائق بنما تحرج السلطات الجزائرية بعد أن فصل القضاء في كل القضايا المطروحة، نقرأ في صحيفة القدس العربي الصادرة من لندن في تعليق حول هذا الموضوع، خاصة وأن هذه الأخيرة تقول الصحيفة كانت تستعد لغلق ملفات الفساد وطي صفحاتها نهائيا على الأقل في الوقت الحالي بعد أن فصل القضاء في كل القضايا التي كانت مطروحة على مستواه والتي لم تطح بأسماء ثقيلة كما كان يتوقع لها، بل اكتفت بإدانة صغار المسؤولين قبل أن تنطلق حملة تبييض ممنهجة لوزير الطاقة الأسبق شكيب خليل الذي عاد إلى الجزائر بعد أن كان قد اتهم بأنه المسؤول الأول عن الفساد في قطاع الطاقة. وبالتالي جاءت قضية وثائق بنما التي ذكر فيها اسم الوزير بوشوار، برغم أن الوزير نفى أن يكون لشركته حساب بنكي، إلا أن التكذيب الذي جاء عن طريق شركة استشارات كانت وراء تأسيس شركة بوشوار زاد من حدة التساؤلات، لأن التكذيب يقول إن الشركة تم تأسيسها بغرض تسيير الممتلكات الخاصة بالوزير، والسؤال المطروح عن أي ممتلكات يتم الحديث، فإذا كانت في الجزائر فما الحاجة إلى شركة في بنما، وإذا كانت في الخارج فكيف تم إخراج تلك الأموال، وهل تم ذكر كل هذا في تصريحات بالممتلكات الخاصة بالوزير الذي يفترض أنه قام به قبل توليه منصب وزير الصناعة في الحكومة سنة 2014. نقرأ هذا التساؤل في صحيفة القدس العربي.
الصادرة من لندن. وفي صحيفة الشرق الأوسط في صحفنا الدولية أيضا نقرأ: بريطانيا انتقادات لتستر الحكومة على مدارس يهودية غير مرخصة. الصحيفة قالت أن الحكومة البريطانية تعرضت إلى انتقادات إعلامية وحقوقية تتهمها بالتستر على مدارس يهودية متشددة غير مرخص لها وتنشط تحت غطاء العمل الخيري، وأن أكثر من 1000 تلميذ التحقوا بهذه المدارس المرتكزة ما بين في منطقة هاكني بشمال شرق لندن بعدما غادروا النظام التعليمي القانوني في سن 13 بعلم من جهات حكومية، مما أثار موجة انتقادات لوزارة التعليم البريطانية. ولا يحصل التلاميذ في هذه المدارس على تعليم مناسب، بل إن معظمهم لا يتحدث اللغة الإنجليزية ولا يتقنون أي مهارات تمكنهم من العمل أو العيش بشكل مستقل بعد تخرجهم. كما أشارت بعض المصادر، تقول صحيفة الشرق الأوسط، إلى أن التلاميذ يتعرضون ضمن هذه المدارس أحيانا إلى الإساءة من عنف جسدي وتدريس لمدة تصل إلى 14 ساعة على التوالي، كما يجبر بعضهم على الزواج في سن 18. عدنا إليكم مشاهدينا لتكملة فقرات المورنينج. حديثنا الآن عن اللغة الإنجليزية، عن تطور تعليم اللغة الإنجليزية هنا في الجزائر. نسعد أن نستضيف عني المعهد البريطاني هنا في الجزائر. عن يميني سيدة ديدرين نيكلس، وهي English Project Manager أو مديرة مشروع الإنجليزية هنا في الجزائر. Welcome. Good morning. Thank you very much indeed. It's a pleasure to be here. Thank you. Good morning. Thank you. وعن أيضا عن الإنجليش بروجكت معنا أيضا عبد الرحيم إتبارا. صباح الخير. صباح الخير. شكرا على الاستضافة. أهلا بك معنا. نتحدث مشاهدينا عن الكونفرنس اللي حتكون في وهران نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر من الشهر المقبل في مايو، حتكون في مدينة وهران حول تدريس اللغة الإنجليزية. My first question it's going to be about this conference. Yes. Conference, sorry, which is going to be in Oran in That's the right. end of this month. Yes. This is the third time you're going to do something yes. similar to this. That's right, yes. We wanted to respond to the teachers' needs across Algeria, Algerian English teachers, and we had the first conference in Algiers in 2014. Mm-hmm. That was a much smaller affair. 420 teachers attended that at ESA. And then the second year, last year, we scaled up quite a lot. There was 1,000 English language teachers in the Meridian in Oran. From all over Algeria, absolutely. So we decided to make it even bigger this year. So we're aiming for 1,500 teachers, all English teachers, educators from across Algeria. Everyone is welcome. هذا الملتقى كما تفضلت مديرة مشاريع اللغة الإنجليزية بالجزائر هو في طبعته الثالثة هذه السنة، حيث كانت الطبعة الأولى بالجزائر العاصمة في إيزا، أما السنة الماضية كانت بمدينة وهران لفائدة 1000 أستاذ وجلب حوالي 50 خبير من كل دول العالم في المشاركة، وهذه السنة كذلك حتكون في وهران ل 1500 أستاذ بين 29 و30 أبريل أول مايو. جيد، شنو أبرز الخبراء اللي حيكونوا مشاركين في هذا المؤتمر الدولي اللي راح يكون في وهران، وشنو هي أهم البرامج اللي سطرتوها لتدريس وتعليم اللغة الإنجليزية لفئة الأساتذة؟ عندنا برامج كبير اللي راح تتفضل عليه الأستاذة ومن بعد، وعندنا خبراء كبار في تعليم اللغة الإنجليزية كذلك اللي راح يكونوا معنا هذه السنة. So my second question is going to be about the program yes. of these 3 days, and also about who's going to be doing conferences during those 3 days. Sure. Going to be teachers, professors from UK coming here. That's right. Mm-hmm. Yeah. Essentially, we have over 85 workshops and seminars offered to all the English teachers that attend, and we have about 65 different speakers. Now they range from international, very, very famous, top English language teaching names, such as Scott Thornbury, Jeremy Harmer, J.J. Wilson, all the way from America, Jamie Keddy as well, and other well-known English language Not theorists. Not only from the UK. No, okay. from all around the world. A lot from the UK, but from all around the world. We also have a lot of speakers from other British Council offices across Europe. So we have people from Spain, France, Italy, also sub-Saharan Africa,
from Sudan and other parts of the Middle East such as Jordan, Bahrain, Egypt. يحتوي هذا الملتقى على أكثر من 85 ورشة من طرف خبراء عالميين من بريطانيا، أغلبهم من بريطانيا، لكن عندنا خبراء من كل دول العالم، من أوروبا، حتى من السودان، ومن المجالس الثقافية البريطانية المتواجدة في البلدان الأخرى. جيد. بالنسبة بصفتك منسق مشاريع اللغة الإنجليزية سيد عبد الرحيم، شوفوا أن اللغة الإنجليزية أصبحت هي اللغة الأولى عالميا، لكن في الجزائر شوية ما نشوفوش إقبال كثير عليها لو نقارنوها باللغة الفرنسية. كيفاش تشوف اليوم إقبال الشباب الجزائري على المركز الثقافي البريطاني لتعلم اللغة الإنجليزية؟ صح، اللغة الإنجليزية أصبحت يعني الآن أصبح الشباب مقبلين على اللغة الإنجليزية كثيرا، لأنها يعني أصبحت لغة العالم، واصبحت من المواد الاساسيه لاي انسان، لاي طالب، انه باش يكمل دراسته، خاصه في اوروبا، او خاصه هنا بالجزائر في اي اختصاص، تعتبر اللغه الانجليزيه هو المفتاح او الشيء الاساسي، لانه لازم الطالب يتعلمها باش تفتح له فضاءات اخرى في تعلم اللغه الانجليزيه. ربما نشاطات مثل هذه عندها دافع انها تروج اللغه الانجليزيه. سؤالي الان حيكون حول دور مثل هذه النشاطات. ميز نيكلس، what is the real aim of such a conference? Okay. It's the third time you're doing this. Well, yes, it's the third time. As I said, the initial idea came from two main things. Firstly, we have a network of professional teachers called the AELTPN, which is something that we offer workshops, day workshops, once a month. And there was such a hunger from English language teachers for learning about international standards, learning about classroom practices and techniques, that was the reason why we thought, actually, Algeria needs and deserves something even bigger. So that was one thing. And secondly, obviously, we were trying to respond ultimately to the needs of all the English teachers, not just with our work with the ministry, but also with private schools, language schools, universities, and so on. الفكرة والحافز لتنظيم هذا الملتقى العالمي هو من فكرة تنظيم ورشات عمل شهرية اللي كانت، وخلقنا شبكة لفائدة أساتذة اللغة الإنجليزية تسمى بالALTPN لفائدة أساتذة اللغة الإنجليزية شهريا، وحبينا نمدوا حاجة على المستوى الثانوي لفائدة كل الأساتذة للمشاركة والتعلم أكثر وتطوير مهاراتهم في تعلم اللغة الإنجليزية. كيفاش تكون مشاركة هذه الأساتذة؟ تكون عن طريق دعوة ولا تكون المؤتمر مفتوح لجميع الأساتذة المشاركة فيه؟ لكل الأساتذة راح يكون التسجيلات عبر الانترنت باش يشاركوا في هذا الملتقى. سبق ونظمتوا ملتقى دولي في ولايات اخرى في الجزائر على غرار وهران؟ لا، السنه الاولى كانت في ولايه الجزائر، السنه الماضيه كان في ولايه وهران، وهذه السنه الثانيه راح يكون في ولايه وهران. So we were talking about the technical part and how teachers can apply to be with to assist this conference. Yes. You were talking about all the aims that that's right. You were planning I mean, obviously, this is where it originated. But since then, we've scaled up enormously. And really, there are a number of main aims. Firstly, I would say it provides a forum for Algerian English teachers to share best practice, to have some mixing with other teachers around the country, which they don't normally get to meet at all. And I get some ideas on innovative techniques for the classroom. The second thing is, obviously, we are bringing to Algeria international speakers from all across the world, which is a wonderful opportunity for teachers in Algeria for professional development. It helps them to evaluate their own classroom practice and also to update for new methods, new techniques. Because ultimately what we're trying to do really is to help the learners in the classroom to improve the levels of their teaching and learning. Since you're talking about classrooms and pupils here, yes, in Algeria, is there any collaboration with the Ministry of Education? Yes, absolutely. I mean, a lot of our core work on our program side is with the Ministry of National Education. We also work extensively with the Ministry of Higher Education. But with the Ministry of National Education, we work all over Algeria with all English inspectors and teachers of English to try and develop the levels of English in the classroom so that the learners actually benefit ultimately, and they will get better English results, for example, in the baccalaureate. Rahim, كنت تكلم ربما على
الاهداف الاخرى اللي سطرتوها مثل هذه الكونفرنس اللي حتكون في بهرن، وايضا المشاركه والتعاون مع وزاره التربيه. نعم. حتى تعطي صور ربما. كما تفضلت الاستاذ، عندنا برنامج كبير مع وزاره التربيه والتعليم ومع وزارات اخرى كوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. البرنامج المجلس الثقافي البريطاني مع وزاره التربيه والتعليم هو مساعده الوزاره في تطوير المهارات الاساتذه والمفتشين، والهدف ماشي تطوير مهارات في طريقه التعليم فقط، لكن تحسين وكيفيه الاجابه على تساؤلات او متطلبات الطلبه في القسم، يعني الدايركت امباكت في القسم والمنهجيه الجديده المتداوله، لانه تعليم اللغات ماشي برنامج واحد اللي راح من 1800 للان، راح تبدل طريقه التعليم، وهذا الهدف من البريتش كونسل هو مواكبه ليواكب هذه الاساتذه تدريس اللغه الانجليزيه عالميا هنا في الجزائر. The British Council was established like almost 2 or 3 years in Algeria. It came longer back. Than that, yes. It came back to Algeria because it's closed. How would you evaluate the thirst to the English language here in Algeria? Absolutely huge and growing, I would say. We've done quite a range of monitoring and evaluation and research into the needs of Algeria in terms of English. And we found that, you know, due to English being a global language, English being not only for professional use, but also for social networking, and also for employment. You know, a lot of Algerians are now seeing English as the big future in terms of the language that they need and what they need to progress in their own professional development. So absolutely, I mean, we opened a teaching center last year, and we have waiting lists of people trying to get onto the courses as well. So we're trying to support this with online offers as well, so that people can access English learning from around the country, not just those that can go to the teaching center. And this is also where we're trying to support English education in schools, so that the young people of tomorrow will have a much better level of English to set them up better for their futures. ربما كان سؤالي حول عطش، نعمل ترانسليشن الصحيحه تاع لو تيرم، الجزائريين وقبالهم على الانجليزيه اللي كنا تكلمنا عليها تقريبا دوك شويه. المعهد البريتش كونسل عاد الجزائر السنه الماضيه بعد ما غلق، اليوم سقسيتها وسالتها حول توجه الجزائريين، وعلاش اليوم الجزائريين يتوجهوا بصفه كبيره حول اللغه الانجليزيه. صحيح، اللغة الإنجليزية أصبحت جزء عنصر أساسي مش غير الطلبة، حتى رجال الأعمال أو الأطفال الصغار أو الأساتذة أو أي فرد في المجتمع أصبحت اللغة الإنجليزية شيء مهم في حياته، للدراسة أو حتى للمطالعة أو التطلع على ما يحدث يعني في العالم. البريتش كونسل فتحنا أصبحت نافذة أو نافذة لهذا الراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية، والحمد لله في إقبال كبير 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 من الجزائريين من كل فئات العمرية وفئات المجتمع اللي راهم يتصلوا بنا ويقوموا بالالتحاق بالبرامج تاعنا. وهناك برنامج آخر الأونلاين، وهي برامج عبر الإنترنت اللي تفاسيليتيت يعني لنسهلوا عملية تعليم اللغة الإنجليزية لفائدة الأساتذة وللطلبة ولا أي راغب في تعلم اللغة الإنجليزية. شو هي الميزة ولا النقطة الإيجابية اللي يقدر يتحصل عليها أي شخص يلتحق بالمعهد البريطاني الثقافي بعد الدراسة؟ ممكن تقدموا له منحة لدراسة في المملكة المتحدة أو أي شيء من هذا القبيل؟ أو خاصة اللي عندهم اهتمام باش يكملوا دراستهم في الخارج. البريتش كونسل لحد الان هو الهدف انه عندنا مركز تعليم اللغات يلتحقوا بالمركز لتطوير مهاراتهم في اللغه الانجليزيه، وراح يكون عندهم شهادات على المستوى اللي تحصلوا عليه هنا في الجزائر. Moving more to talk more about the English language, the materials we can use here in Algeria. When we compare with other cultural centers from different countries here in Algeria, they offer libraries, they offer books. Is this the same thing for the British Council? Well, we offer a lot.
But in terms of actual books in the library, I'm afraid we don't have one at the moment. But what we do offer is online solutions, as obviously classes. We also work with corporate companies where we offer classes to them as well, such as we've had Air Algerie and varying other ones. But I would say that the online solutions are very wide ranging. Not only do we offer Learn English websites, for example, but also there's MOOC. And also for businesses, we offer something MOOC, called Learning. Which is, massive online, gosh. It means a big website. Okay. Where you can learn English. Okay. But sorry. I can forward you the details. Okay, with pleasure. But also, we offer Learn English Connect, which is a business-to-business program, which we're now offering out to universities, actually. So that will be general English online that students can do in their own time, supported by English at universities as well. So there's varying things that we can do digitally based. Mm-hmm. صحيح التعليق فقط اللي ذكرت المكتبة. تكلمت أنا سؤالي كان حول لأنه بعض المعاهد والمراكز التقفية في الجزائر لسفارات أخرى تقدم كتب ومكتبات هنا، يا هل الأمر نفسه بالنسبة بالنسبة للمجلس الثقافي البريطاني؟ المجلس الثقافي يتخذ خطوة أخرى أو منهجية أخرى. الآن أنا في the world of digital، لذلك البريتش كونسل حب يستعمل هذه الطريقة الجديدة أو التكنولوجيا في إيصال وتسهيل عملية تسهيل تعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت. لذلك عندنا مواقع إلكترونية جد مهمة لكل فئات المجتمع. عندنا كذلك الابليكيشنز على الموبايلز، وعندنا كذلك أنا ننشطوا ونديروا برامج على صفحة الفيسبوك أو على الموقع الإلكتروني، لأنه حبينا نستعملوا هذا وسائل التواصل الاجتماعي بصفه ايجابيه باش نسهلوا عمليه تعليم اللغه الانجليزيه، لانه كي تكون مكتبه راح تكون مكتبه في الجزائر العاصمه فقط، اذا كان واحد في ولايه اخرى لازم يجي للجزائر العاصمه. احنا حبينا هذيك المكتبه نديروا الكترونيه، حتى الاكسي الاكسس للكل، المجانيه بيان سور، الاكسس لاي واحد من اي بلاصه في الجزائر يقدر يستفيد من برامج لي برودوي تاعنا. بيفور ميبي finishing our interview, which was a pleasure. Yes. My question now is more about the culture, the British culture in Algeria. Right. The presence of the British consul. Okay. We know that the American culture is very broad because of Hollywood, is very well known. Mm-hmm. The French, because of the history of colonization. What about the British culture in other countries, and especially in Algeria? How do you promote the British consul in Algeria? You have to remember that the British Council isn't just about teaching English. The British Council is the Britain's cultural and educational liaison body, which is allied. It's a charity and it's allied to the British government, obviously. So you get the influence wherever British Council is in every country. You get the influence of the culture as well. So I mean, we don't just offer English. We also work with education and society. We have Young Arab Voices, which we work with here quite extensively across Algeria. We also have a large arts program, and this year, of course, 2016 is the anniversary of Shakespeare. So we have a big campaign about Shakespeare Lives. So that's very much, I mean, you cannot get much more cultural British culture than Shakespeare. Exactly. You know, known worldwide. Romeo and Juliet. Absolutely. And in fact, at the conference, another small plug for the conference, we're having the film Much Ado About Nothing, which is all part of the program. But we are offering another the Iran Film Festival. There will be Shakespeare. So there's a lot of arts programs that we do as well. So we try and bring as much of a flavor of British culture as we can to Algeria and to every country that we're in, actually. Is there like any collaboration like or workshops for Algerian artists, Algerian also actors, or who are involved in the cultural part? I think it's something that we're considering, yeah. I mean, I don't think there's anything currently, but I think it's an excellent idea, and it may well be something we're considering. We've certainly had bands and, you know, music groups. Certainly, for example, when we did our launch of the teaching center, we had a band. We had, what was it called, Shams?
which is the disabled music group, which was fantastic, and they were wonderful. Mm-hmm. So we try and incorporate as much as we can, and yes, definitely. عبد الرحيم كان سؤالي حول ترويج الثقافة البريطانية دور هنا دور المعهد الفرنسي المعهد البريطاني سوري big mistake sorry lapsus المجلس الثقافي البريطاني في ترويج اللغة وأيضا الثقافة البريطانية صحيح تواجد المجلس الثقافي البريطاني هنا في الجزائر هو كما تفضلت هو لترويج للثقافة وكن هدوع الثقافة ما نقدرش نسلخوا التاريخ عن اللغة أو الفن فكلها هي مكونات للثقافة فاللغة الإنجليزية هي جزء من الثقافة البريطانية والفن هو جزء من الثقافة وكل هذا يعني باش تكون عندنا تواجد ثقافة بريطانية هنا بالجزائر ومن بين البرامج الفنية اللي عندنا هنا في الجزائر هو الاحتفال بسنة شكسبير هذا العام اللي قمنا بدعوة المسرح شكسبير هنا بالجزائر في الجزائر العاصمة وولاية وهران وكذلك عندنا برامج أخرى في المجتمع وكل هذه يعني أنا ما نقدروش نغطي كل المجالات لكن أنا نعمل كل مجهوداتنا يعني في كل مجال اللي كانوا باش نكونوا ونحافظوا على الثقافة البريطانية كما هي لنعطولها لنعزوا تواجدها هنا في الجزائر عن طريق تعليم اللغة الإنجليزية أو عن طريق البرامج الفنية أو الثقافية الأخرى في الأخير قبل ما حتى نختم الجزائر إذا هي في موعد مع اللغة الإنجليزية تعليم اللغة الإنجليزية في وهران نذكر فقط المجاهدين ونعطي أيضا كلمة للسيدة فقط نذكر تسخى لوتر نعم معذرة الملتقى العالمي لفائدة أساتذة اللغة الإنجليزية الانترناشونال كونفرنس راح يكون في 29 و30 أفريل والأول من ماي في ولاية وهران يعني أنا ندعو كل الأساتذة الجزائريين وطلبة اللي راحين يوليو أساتذة إن شاء الله أنه يلتحقوا بهذا الملتقى لأنه فرصة عالمية وفرصة لا تعوض طريقة سهلة للتسجيل يروحوا على صفحة فيسبوك أو البشيش كونسل ويب سايت عندنا فيه الرابط وين كل اي واحد يقدر يسجل ويكمل التسجيل تاعو باش يريزيرفي المكان تاعو في وهران ان شاء الله ويستفاد ان شاء الله من هذه التظاهره الكبيره ان شاء الله a final word to finish our a final word I think Abdurrahim's probably told you about how to register yes and we're hoping to see as many English teachers and as many English educators lecturers etc in Oran as we can. It's going to be a fantastic opportunity for them, not to be missed. And we're going to have, as I said, lots of exciting things for them. There's an exhibition as well. They can buy lots of educational books, and there'll be a big prize at the end. So really... Surprise? Can we have a scoop? Something to do with the UK. Oh, so maybe travel. Maybe. Summer is coming. Maybe. Okay. So well worth attending and well worth attending for all the teachers for their professional development. So we really hope to see them there. But it's been such a huge pleasure being on Eshruk TV. We love it. We love it. It was a pleasure having you both Thank here. Thank you so much. حتى أن ربما تسمم في الأخير كاين مفاجأة لحشركو في وهران في الملتقى العالمي تعليم الإنجليزية مفاجأة عندها علاقة ببريطانيا. ما نقدرش نفسحوا تفاصيل اكثر شاركوا في هذا الملتقى في ويب سايت على البريتش كونسل في الجزائر كان معنا ميز ديدري نيكلاس عن الانجليش بروجكت اوفيس هنا في الجزائر Thank you very much. Thank you for having us. وايضا عن الانجليش بروجكت اوفيس عبد الرحيم اي ثباره الله يسلمك شكرا الله يحفظك شكرا جزيلا سوسن كنا نتكلموا كنا نقولوا ان شاء الله ما زلتوا على طاوله الاكل لأنه اليوم رأينا عندنا في هذه الفقرة ميدة متنوعة من أطباق مختلفة من كل دول العالم حديثنا اليوم راح يكون عن مجلة ميدة اللي نشاهدوا فيها مشاهدينا اللي رأينا عندنا نسختين باللغة العربية والفرنسية وهنا بالمطبخ الهندي وحضر معنا رئيسة مديرة ورئيسة تحرير مجلة ميدة سونيا زيامني صباح الخير مرحبا بك معنا صباح عليكم بك يا عيشك صباح الخير كنا شفنا دي روسيت فاري اللي هنا في هذه المجله شهيتينا باش كامل نسيوها احكي لنا بدايه على مجله ميدا كيفاش بدات تاسيسها بدات ميدا ب ا partir d'une
c'est-à-dire un constat, c'est que le paysage médiatique algérien, en tout cas de la presse écrite, ma kanch majalat mtnoua f tabkh ou le majalat li kayna mais elle n'offre pas de modernité. Alors, on s'est dit, c'est peut-être le moment de proposer quelque chose de moderne. Le mal al-Jazeera ou l'être mal al-Haditha. Ou la Zmla, mais elle est Haditha. Absolument. On n'est pas tout seul. Hein. On est dans un monde globalisé. Il faut... Village. Absolument. Nous sommes dans un monde globalisé. Il faut s'ouvrir sur le monde. Ou là où je suis bien d'héro, nous le mal al-Jazeera. يعني التقاليد الكولينير تاع العالم كله كل شاك نيميرو اون تريت دان باي في لو نيميرو هدايا اون تريتي دو في العربيه في سويسرا و بور لو نيميرو اون فرونسي اون تريتي دو نيويورك نيويورك سكي برجر با فورسيمون انا ايسيي دو دير دو بريزونتي دوتر شوز باسكو اون كوني توس لي برجر اي اون ا بريزونتي اوسي و اسكو اون بوفي مانجي نيويوركي ا الجي Parce qu'il faut aussi se mettre dans le contexte algérien. Et à Alger, il y a maintenant des restaurants qui proposent des spécialités New York. Absolument. D'ailleurs, je les remercie d'avoir collaboré. Ils nous ont ouvert leurs portes. Je les salue. نشوفوا ايضا كي نطلعوا يعني من جهه لا كاليتي وكيفاش عملتوا هذا لا ريفو كان ايضا عده اركان فيها جانب الطبخ جانب الصحي جانب الطفل كلمينا اكثر حول مضمون هذه المجله حبينا باش كل قراء يلقاو واش يهمهم اللي يحوس على واش يطيب لولادو كاين ركن جوستومون خاص بالاطفال بلا كويزين تاع الاطفال بالطبخ للاطفال مي اوسي لي زاكتيفيتي سي ديفيسيل واحد باش يلتي ولادو سورتو كي طيح الشتا ما كاش ما يخرجوش يقعدوا في الدار ولا اللي ما يقراوش على كل حال خممنا باش نقترحوا يعني دي زاكتيفيتي الناس تقدروا يديروهم في دارهم مع ولادهم و المجال الصحي ركن فريمون مهم كثير باسكو تو الموند اي كونسيرني ماتنون ماشي غير واحد اللي يحب يشيان سي با سا لو بوت مي الصحه سي با الوزن سي با باغي الصحة الصحة c'est comment apprendre à mieux manger comment ne pas avoir de carences on s'est appuyé aussi avec sur des experts on a eu le plaisir de collaborer avec notamment parce que ce n'est pas le seul le docteur Ben Achnou mais il y en a aussi d'autres qu'on salue au passage absolument donc c'est la partie diététique santé est très importante aussi après il y a quand même rukn tani مهم كثير لينا سي كيما ذكرت من قبل سي لا ديستيناسيون كولينير Au-delà de faire connaître des pays, c'est aussi comment s'approprier la cuisine d'autres pays, les traditions culinaires d'autres pays, pour les insérer dans notre quotidien. Avec Fsmana, à la belle île. 7 sur 7, 2 repas par jour. Absolument. Le problème de la femme, c'est. C'est stressant, ça. C'est comment nous, on offre des alternatives. Comment. Alors, peut-être on peut cuisiner des spécialités d'autres pays, mais en les adaptant aux produits algériens. أو برودوي كون تروف سور لو مارشي. أنا نشوفوا على الشاشة صفحتكم على الفيسبوك ميديا ماجازين ديروا فيها ثاني دي روسيت متنوعة، نفسها اللي تكون في لا روفي ولا ماشي دائما ماشي دائما، ليدي سي فريمون الواحد اللي ما خممش واش يطيب في العشية يروح لاباج يروح لاباج ربما نزيدوا نتكلموا أكثر على لي ديستيناسيون كيفاش تخيروهم. سي أو غري دي سيزون. Alors, il y a des destinations qui ont, par exemple pour les pays nordiques, le Berd, le Maklatam Trila, Matlerch par exemple, c'est des choses qu'on propose plutôt en hiver. Kima ou Jdana, par exemple, à la Suisse. Blax, les destinations méditerranéennes, on les propose plutôt au printemps, Sif, Farbea, parce que l'akl dialom, il wallem le climat ta'na, ou il wallem Sif ou Farbea. C'est comme ça qu'on choisit les destinations. Ou t'arkezou fil a'dad li t'sdrouha fil a'revue
حكم على الطبخ الجزائري، ضروره التعريف بتقاليد بالمطبخ، خصوصيه المطبخ الجزائري. الطبخ الجزائري طبخ هام كثير، مي هام كيفاش؟ هام لا بور مو لا ميور فاسون دو باش نخليو غادي باسكو سي ان ار، الفن، فن الطبخ الجزائري نخليوه فن ونخليوه يعيش باش يعني بور كيل ريزيست او طون، سي دو المودرنيزي. خاصه انه في الجزائر كل منطقه تشتهر باكله معينه، عندها اطباق معينه، كيفاش تكونوا تروجوا لهذا الاكل خاصه وما بقناش بزاف على شهر رمضان اللي المراه صح تحير كل يوم وش طيب وكاين 3 جو 3 روبا بصح يكون لازم يكون فيه دائما تغيير، وكيفاش يكون اكل صحي خاصه انه نهار كامل ما تاكليش ولكن يكون فيه التراكم. ديجا كاين ان بوين بوزيتيف في رمضان سيك نطيبوا، ما كاينش اللي ما يدخلش الكوزينه في لو ريست دو لاني، كاين هذاك الساشي تاع لي فريت اللي تفتح ويترمى في. Il y a beaucoup de gens qui sont tentés par ça. Par contre, Ramadan, la famille algérienne, elle aime le bon. La femme algérienne, elle aime le bon. C'est inspirant. Alors, ce qu'on va faire justement pour le prochain numéro, qui va paraître juste avant Ramadan, c'est on est allé voir les régions, les gens des régions. On va traiter de l'histoire des plats. On va aussi faire connaître, bien sûr, la cuisine de différentes régions, parce que nous avons quand même beaucoup de régions qui ont beaucoup de spécialités différentes. كاين خصوصيات نسيناهم، كاين حوايج ميم لا كان واحد الانسان من منطقه معينه نسى لي سبيسياليتي تاع المنطقه هذيك. الوغ سكو فودري سي لي فير كونيتر، مي اون فا با بروبوزي دي شوز كو تو موند كوني. جو با بروبوزي الكسكس وليغوم اكزاكتومون توم الدولمه، راح نعرفو نسييو ان توكا، نحاولو ان شاء الله نعرفو ب les spécialités à chaque manteau, mais les spécialités les nasma tarfomch ou l'histoire qui a autour de ces plats. Et pour ça, on est allé voir des femmes, des familles anciennes, des vieilles femmes qui vont nous raconter l'histoire de ce plat, des histoires populaires. C'est-à-dire que ce sera difficile de les fiabiliser, mais c'est l'histoire réelle que vont nous raconter. Voilà. Et comment le préparer, évidemment. Ça prend du temps pour faire un numéro. Déjà, il sort chaque 2 mois, c'est ça? Ça prend du temps pour le numéro de Ramadan, Bedina, décembre, les fêtes, parce qu'il y a un roadshow qu'il faut faire sur tout le pays. Mais ça prend du temps, mais il vaut mieux prendre le temps pour produire quelque chose de qualité. Le qari al-jazairi yirfa' le niveau d'exigence diallo, où il faut que nous, on essaie en tout cas d'être au niveau de ces exigences-là. Aujourd'hui, il y a la télé, il est ouvert sur le monde, il sait ce qui se fait de mieux. Donc, il faut qu'on soit au niveau de cette exigence-là. كاين فريق تحريري معاكم، شحال تقريبا انتوما في الفريق هذايا؟ الاعمار سورتو اون اين ديزان دو بيرسون، توس جلوبالمون جون، كاع اقل من ابوبخي 35 سنه. باسكو 50 ans سي 40 سنه جديده. اون بلو جون كو سا ميم. ابوبخي توس جلوبالمون جون. ديفون الجيري 50 ans هو جون، كونت اون دي جون سي 50 ans ديفون. حنا اون ان بو بلو جون كو سا، مازال سي اون ايكيب ديناميك جون، اي كي اوفر اوسي اون فيزيون حديثة على الطبخ، باسكو الطبخ تاع اليا 50 ans والطبخ تاع اليا 30 ans تغير شويه، و يفو كون رفلت لا كوزين اللي va dire les exigences de notre époque. في عدد شهر رمضان اللي بديتو عليه في ديسمبر راك لاحقين شحال تقيسوا كامل كاروت في الولايه ولا؟ لا ما نقدروش سي يفو دي زاني بور تريتي دي كاروت في الولايه. اخترنا لي ريجون اللي كي بوف ريبريزونتي اللي يقدروا يمثلوا جهه من يعني ولايات كثيره. باغ اكزومبل اون ابخي تلمسان، اون ابخي وهران، اون ابخي عين تيموشنت، اون ابخي تيزي وزو ايفيدامون، اون ابخي à l'est, Constantine. Et on a pris aussi des villes du sud. On a essayé de couvrir les principales régions du pays. Par rapport aux recettes, parce qu'on a dit qu'il y a des enfants qui ont des enfants qui ont des chefs
دي ميديسان دي نوتريسيونيست كيفاش تعتمدوا باه تقوموا بمصفات كيما هذه؟ الوغ للاطفال نعتمد على نفسي وعلى واش يحب وليدي. التجربه نتاعك. التجربه ديالي باسكو الاطفال وسي التجربه تاعي واش حبيت ناكل وليدي اون طونك مامون باسكو سي ديفيسيل فير مونجي دي ليغوم اوز انفون جيساي دو تروفي يعني la décoration des astuces pour leur faire manger des légumes qui m'a la soupe plutôt ta timsah fi adad hadaya quand on dit un enfant qui en rololo wah taakul hasa timsah يقولك même كاين يعني des produits ma yhbhomch yakulha ghir pour la curiosité parce qu'il sera curieux donc pour faire passer certaines choses que les enfants n'aiment pas on essaie de proposer des astuces باش يوليو يحبوا الخضار par exemple pour la partie diététique on s'appuie sur des professionnels pour le reste c'est beaucoup de création c'est beaucoup de mes propres idées après on partage aussi avec nos lecteurs on partage avec les réseaux sociaux on essaie d'avoir des remontées absolument par rapport le تقريبا السنه من تواجدكم في on a un feedback on a des suggestions dont on prend compte on est en évolution et on suit de très 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 près notre lecteur pour s'adapter en permanence l'akhir ou انا عندي سؤال لانه فيها نشوف هنا في الاخر تاع المجله تركزوا ثاني على ديكوراسيون ديكور تاع الطاوله بالنسبه للمراه لانه ولا للاطباق استشيروا مختصين الانسان ياكل بالعين قبل اكزاكتومون الوغ لا ديكوراسيون دان بلا لا بريزونطاسيون دان بلا تريز امبورتونت ديكوراسيون ثاني البنه تاعها هذيك اللي با نيغوسيال يفو با اتر ديسو مي فوك لا ديكوراسيون دون انفي اي بون اون سابي سي بوكو اوسي دو نوتر بروبر اكسبيرتيز سا يفو ل دير يعني عندنا ميم سي ميدا عندها سنه دوبي كال اكزيست مي كنا نخرجوا اون اديتي دوتر ريفي اون ا كان اون اكسبيريونس اون انترن pour proposer des choses agréables à voir. Ça c'est important. Quand il y a des couples où il n'y a que le daïman, il y a parce que malheureusement, le maman, tu décoré. Là, là, donc, il y a eu les couches à نيكونوميزيو الانرجي هنا في الجزائر في الختام هل عندكم مثلا نيه ان تكونوا متواجدين اونلاين لانه عصرك شفنا عده جرائد في العالم خلاص ما كانش النسخه الورقيه هل حتكون عندكم ربما اون ان سيت انترنت ديجا www.maida-dz.com il existe depuis notre création c'est très important la partie digitale est vraiment cruciale et puis aussi pour qu'on soit visible pour notre communauté à l'étranger exactement il faut qu'ils puissent avoir accès elle existe et c'est un site qui reflète, on va dire, la revue parfaitement. C'est les mêmes rubriques qu'on peut retrouver. Et il est en ligne depuis quasiment la création de la revue. واللي حبيت اصل بكم قول للمشاهدين باللي صفحه الفيسبوك الخاصه بميديا ماجازين راهي تظهر ميدا ميدا الميدا الميدا ميدا البناء تاع بكري ميدا ماجازين تظهر على الشاشه نشكرك سيده سونيا زيامني مديره ورئيسه تحرير مجله ميدا ميرسي بالتوفيق انا جو لي غاردي هذوما ميرسي مادا بك جو ميكسكوز ايفو ايسيي لي ريسيت جو لي ايسيي ونرجع لكم خبر في لاباج فيسبوك مرحبا يعطيك الصحه شكرا لك